فلافيو جيلبرتو افضل صفقتين افريقيين جم النادي الاهلي في الفتره الاخيره. كان جيلبرتو جاي يعني لاعب وخد فتره احتراف قويه بره مع فرقته يعني. اما بالنسبه لفلافيو كان جاي يعني احترافه مش ما كانش قوي. الاهلي صبر عليه سنه ايام جوزيه، كان كل الناس بتراهن بتخلف جوزيه ازاي يلعب، ولما الراجل نزل واثبت نفسه بقى هداف فريق. جيلبرتو طبعا كان باك شمال او يعني بيلعب في الجنب الشمال، كان من افضل باك شمال جيل الاهلي عموما في الفتره الاخيره. وانا كراجل زملكاوي كنت بتمتع جدا وانا بتفرج عليهم رغم ان كانوا بيضايقونا كتير. كان ثنائي متفاهم وافاد الاهلي شويه، كل فين وفين بيجي لنا لعيبه افارقه كويسين. جيلبرتو وفلافيو يعتبروا من احسن الصفقات اللي جت مصر واحسن الافارقه اللي جوه مصر في تاريخها. هو جيلبرتو ما خدش الهجوم اللي جاي على فلافيو اول ما جه مصر بصراحه، لان فلافيو كان جاي يعني ممكن يكون كان لسه طالع من قطاع بالنسبه له تدريبي، لسه ما كانش خد الاحتكاك القوي مع الفرق، بس هو اتهاجم كتير جدا فتره سنه كامله. الناس هجمت فلافيو عشان هو صادفه سوء حظ غريب. ما هجمته عشان كان في احسن منه والاهلي نادي بطولات، عشان طبيعي ده كان مهاجم والمهاجم بصفته هداف، الناس عايزه واحد يجيب اجوان. انا فاكر طبعا فلافيو كان اول موسم ليه مع الاهلي اضاع فرص كتيره جدا واضاع اهداف كتيره جدا، لكن جوزيه كان ليه العلامه السحريه هنا برضو ان هو اصر عليه، جاب نتيجه في الاخر وجاب لنا بطولات هو وجيربيرتو. يعني انا ما ننساش رفعات جيربيرتو لفلافيو وبقى في الجون على طول، خلاص بقى هو وعماد متعب خلاص. والله هم عملوا تاريخ، يعني هم مهما لعبوا في اي حته تاني بعد النادي الاهلي هم خلاص عملوا تاريخ، عملوا اسامي، علموا مع الجمهور مصر كله عموما مش جمهور الاهلي بس. يعني شايفهم المفروض يستحقوا تكريم من النادي الاهلي، المفروض النادي الاهلي يكرمهم. وجودهم في مصر كان شيء كويس جدا، واحنا انبسطنا بيهم كمحترفين وجم بلدنا وجم مصر هنا. اقول لهم ايه؟ اقول لهم وحشتونا، يا ريت نشوفكم تاني بس مش في الاهلي، في الزمالك بقى ان شاء الله.